لا تخبرني، خلينا نشوف الفيديو ونرجع بنحكي. فرجونا الفيديو. أنا صاحب الهني ولا ربيع بطولة العالم للسنة التاسعة على التوالي، بهديها لبلدي لبنان اللي بنحبه كتير. انا بعرف انه هيدي ثالث مره بتاخذ اللقب، هيك على التوالي. على التوالي على التوالي 2017 كانت بايرلند، ايه؟ وجبت ميداليه ذهبيه، وبجريس 2018 وهلا 2019 اوستريا. قد ايه عمرك؟ 11. كم مره بتمرن بالجمعه؟ تقريبا 5 تايمز بير ويك، ساعتين كل نهار، يعني من موندي لفرايدي. وصار لي بلشت البوكسينج لما كان عمري 3 years and a half. قد ايه كان عمرك بس بلشت؟ 3 سنين ونص. وهلا صار لي 7 سنين. كيف لحتى خطرت ببقك، يعني كيف لحبيت اللعبه؟ انا اول شيء اهلي اختاروا لي اللعبه عشان كنت وقتها صغير ما كنت اعرف فيهم، بس بعدين لاحظت لانه عندها كثير فوائد وبتساعد على الجسم، بتخلي الجسم فت، بتعطي سيلف كونفيدنس، سيلف ديفنس، وفيها تعطي ديسيبلين، عشان البطل الحقيقي لازم يكون معه ديسيبلين ويكون همبل، ما لازم يشوف حاله على رفقاته ويكون، يعني لازم يكون متواضع. هيدي معدتك مزبوط الصورة ولا فوتوشوب؟ لا مزبوط. مزبوط هيك؟ مقسم تقسيم؟ يعني قديش عم بيخافوا منك اللي بده يواجهوك؟ كثير عم بيخافوا. عم بيعملوا لك حساب ما تقول لي. يعني أنا بتخيل هلا بس يجي يدور واحد بس، يعني اللي بده يتواجه معك عم بخبروه إن اليوم أنت بدك تواجه صائب، عم بيعمل لا لا لك كيف بدي واجه اليوم؟ ما هيك؟ أكيد. تعلمنا الحركات ولا الهدية؟ بعلمك. شو؟ بعلمك إذا بدك. علمني هات لشوف بدي أضرب جو معلوف، بدك تعلمني كيف؟ شو كيف الحركات؟ إذا بدي أعمل سيلف ديفنس مثلا، أول شيء بدك توقف الإجر اللي بتريحك لقدام. إيه هاي. خلي إيديك هيك. لحظة بس لشوف أي معي ديسك في. إيه هيدي يلا. أوكي. خلي إيديك هيك. إيه. بتعرف كيف تضرب بوكس؟ إيه طبعاً. أرجينا. سؤال شادي. هيك بضرب البوكس. إيه هيك. لقدام. بدك في كيكس، بتعرف تعمل كيكس كمان؟ هيدي ايه. بس جينز ضيق. هيك 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 دغري. اذا واحد عم يضربك بوكس مثلا، فيك تدافع له اياه هيك او هيك. هات لشوف، جرب لشوف. اذا انا بدي اضرب بوكس وهيك هيك كمان واثنين. لا سريع سريع منك هين. ايه بطل العالم، عم تحدى بطل العالم. خبرني شو جبت لي، شو قلت لي جبت لي جيفت لشو؟ جبت لك جلوفز هدية. جبت لي جلوفز؟ كرمال تتذكرني. فيني افتحهم على السريع؟ أكيد. هات لنشوف. ليك ما أحلاه. اوعى تكونوا جيتوا إيدكم فاضية، هم إجا إيده فاضية ها. هات لنشوف. أبو الشاد. حضل خدودك ليك ما لها شيء ليك. صائب ميرسي كثير يا حبيب قلبي. لا يور ويلكم. اعطيني بوسه تاع. الله يخليك لاهلك. عندك اخوه؟ ايه عندي خي. خي؟ ايه. اصغر منك ولا اكبر؟ اصغر مني، وكمان هو ربح بطوله العالم لصغار بس. صغار؟ ليك ما احلى. قرب قرب لعندي، تعال عندي. شو اسمه خيك؟ مالك. مالك تعال شوف، ليك ما احلى. تعال شوف، تعال تعال هات بوسي، تعال تعال شوف، تعال اقعد حط صائب لشوف. خوت هذا البلدور، هدي على السريع. خبرني انت انتوا وين ساكنين؟ على صديقو. على صديقو رعبين الحي انت وخيك. عم تنزلوا تسكروا الرينج مع الشباب ولا؟ خبرني مالك، قد ايه عمرك؟ سبعة ونص. سبعة ونص؟
وانت كمان بتحب اللعبه الكيك بوكسينج؟ من اي عمر بلشت فيها؟ من 3.5 او 4. بسم الله عليك. بمرنك خيك تتمرن انت وياه؟ خليهم يلعبوا ضد بعض. لا شو بتعلي الله يوفقك، بدك تعلي الاخوه مع بعضهم؟ ليه مسم انت؟ نحن على الهوا. وكمان ربحت بطولات؟ نعم. اي بطوله ربحتها؟ بطولة العالم، بطولة لبنان. بطولة العالم، بطولة لبنان؟ طيب شو بدي اقول لكم؟ انت قاعد عم تدق على الجيتار، هول الاولاد ربحانين بطولة العالم. مدرسة السيدة ورفقاتي بدي اقول لهم هاي. ايه؟ وبدي اتشكر كل حدا شجعني ودعمني. ايه؟ وتشكر جو معلوف كمان بدي اقول له هاي كمان، وللكوتش احمد ومحمود اللي دربونا. يعطيهم الف عافيه. سلم لي على اهلك.